الأصل أن المسلم قلنا يتقدم إلى الصف الأول، يأتي بشروط الصلاة قبل أن يدخل في الصلاة، لابد أن يصلي يكون على وضوء على طهارة، لابد أن يكون اللباس ليس فيه نجاسة، لابد أن يستقبل القبلة، لابد أن يستر العورة، يعني لباس كامل، هذا الأفضل. المشكلة عندنا من يصلي في البنطال، إذا ركع أو سجد إذا انكشفت العورة من هنا الصلاة باطلة. إذا تنتبه عندما تصلي في البنطال، عندما تركع تسجد لا تنكشف العورة. لابد أن نصلي الصلاة في وقتها، لابد من استقبال الكعبة، استقبال مكة، لابد أننا نصلي ولا نأتي بالشرك، لأن الشرك إذا دخل في الصلاة يفسدها. تصلي لمن؟ حتى يمدحك الناس؟ حتى يقول عنك الإمام أنت مصلي؟ حتى يعطوك مال؟ لا تصلي إلا لله.